نبدأ من الاستهداف في البوكمال عند الحدود السورية العراقية مباشرة. جرت مسيرة استهدفت هدف على الأرض، يعني أن قد تكون عملية اغتيال، لأنه لم نسمع إلا صوت انفجار ضخم واحد في الاستهداف من هذه المسيرة التي لا يعلم إذا ما كانت أمريكية إسرائيلية حقيقة الأمر. مسيرة مجهولة استهدف هدف على الأرض ودمرته. هذا بالنسبة لما حدث في البوكمال. بالنسبة لريف حمص الغربي، مضادات الدفاع الجوي تصدت لمسيرات في ريف حمص الغربي عند الحدود السورية اللبنانية. جرى التصدي لمسيرات، المسيرات هي إسرائيلية ولكن ترتبط، لا نعلم إذا ما كانت إسرائيلية، لأنها ترتبط اليوم في الذكرى السنوية لما يعرف بمزرة الكلية الحربية التي قتل فيها 123 شخصا ما بين ضباط وما بين أهالي ضباط، تحديدا في الخامس من شهر أكتوبر من العام الفائت. لذلك أقول قد يكون الأمر مرتبط بمن أرسلوا المسيرات العام الفائت، أرسلوا مسيرات اليوم في هذه الذكرى السنوية، وليس مرتبط بما يجري الآن في لبنان. إذا ما كانت إسرائيل قد تكون هي تذكرة، إذا ما كان غير إسرائيل أيضا كي يكون يعني لتذكرة بما جرى في الكلية الحربية العام الفائت. حتى اللحظة مسيرات في ريف حمص الغربي تصدت لها الدفاعات الجوية، لم يسجل أي استهداف على الأرض حتى اللحظة، إلى أن يتبين الأمر إذا ما كان هناك استهدافات جرت عند الحدود السورية اللبنانية بشكل مباشر. كيف يتم التفريق رامي بين عمليات الاستطلاع، يعني المسيرات التي تخرج بهدف الاستطلاع ومن ثم الضرب في حال يعني كان الهدف مرادا من قبل الإسرائيليين، وبين أصلا إقدام الإسرائيليين على توجيه ضربات كتلك؟ يعني من هم في الرادارات يعلمون ما هي المسيرات التي تأتي من أجل إما إشغال الدفاعات الجوية أم إما عملية استهداف، مثل ما كان علي الحال في أمام الميناء البحري الروسي في طرطوس في 24 من الشهر الفائت، مثل ما كان عليه المسيرات التي أشغلت الدفاعات الجوية قرب مطار حميميم قبل يومين عندما دمرت طائرة حربية إسرائيلية مستودع صواريخ لحزب الله. لذلك أقول المسيرات التي تشغل الدفاعات الجوية غير المسيرات التي تأتي من أجل تنفيذ عملية اغتيالات، مثل ما كان عليه الحال بقتل ثور حسن نصر الله في دمشق، وقتل أيضا القيادي في الحرس الثوري الإيراني أيضا في منطقة المنزل بدمشق. لعلي فقط يعني أستغل فرصة وجودك رامي، كون أيضا يعني في سوريا يتم تداول مثل هكذا أخبار، ما الذي يرشح بخصوص استهداف أو وجود قائاني في الاجتماع الذي كان قد عقد في الضاحية الجنوبية مع الرجل الذي يعتبر خليفة حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله؟ هذا الأمر يتعلق بالحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإسرائيلية ومخابرات حزب الله اللبناني، ولكن من استهدف في الضاحية الجنوبية هدف بحجم حسن نصر الله وليس هدف عادي.